اوكي جاء الصيف، يلا ناخذ الاطفال الى المسابح نسبحهم، حطوا 20 30 طفل في مسبح واحد، خلوا الاطفال يفرغوا. طبعا انا لما كنت صغير ما في شيء اسمه استمتع بالاجازه، ما استمتع في الاجازه، وقت ساعه النوم يا اما بنام برضاي يا اما بنام غصب عني بطرق يعني قد تعلم بعضها وقد تجهل بعضها. مرحبا يا ام هذا الحاضر والمستقبل، في برنامجكم المفضل دكتور مام، معاكم الدكتور نبهان. ماذا يعني الصيف؟ اول شيء باركونا على سيت اب جديد لسه حنظبط فيه اكثر. ماذا يعني الصيف؟ الصيف يعني اجازه، راحه، استراحه في المنزل، سفرات، طلعات، جيات، ولكن الصيف ايضا يعني طفح جلدي عند الاطفال، ضربات الشمس عند الاطفال، حساسيه عند الاطفال، الجفاف عند الاطفال، وبعض الماكولات المنتشره في الصيف اللي ممكن تسبب تسمم عند الاطفال. لذلك تعالوا نحكي عن هذه الاشياء المهمه وكيف ممكن نعرف اذا طفلنا مصاب فيها، وكيف ممكن نعرف طريقه وكيفيه حمايه اطفالنا من هذه الاشياء اللي ذكرتها. بدون ما اطول عليكم، بس قبل ما نبدا اضغطوا زر اللايك عشان تدعموا هذا البرنامج، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان لما ينزل مقطع جديد يوصلكم تنبيه. والآن هيا ننطلق. الطفح الجلدي اللي يصيب الأطفال واللي اسمه باللغة اللاتينية واللغة الطبية ميلاريا، مو ملاريا. الملاريا شيء آخر، شيء مزعج جدا وسيء. الميلاريا أوكي قد تكون مزعجة ولكنها غير سيئة بقدر الملاريا، ويسمى باللغة العربية الطفح الجلدي الحراري. هذا الطفح الجلدي يصيب المناطق المعرضة للشمس ويصيب الأطفال حديثي الولادة أكثر، وهو عدة أنواع. فهو إما النوع البلوري واللي يصيب الخلايا السطحية للجلد وتكون بسبب انحباس المسام العرقية الموجودة في السطح الخارجي للجلد، ويكون بالعادة لونها أبيض، تقدر تعرفيها من لونها. النوع الثاني الطفح الأحمر، واسمه بالطب ميلاريا ربرا، ربرا يعني أحمر. بإمكانهم هم يستخدموا رد ميلاريا، بس لا، الطب لازم لغة خاصة فيهم. وهي نفس الشيء، انسداد مسام عرقية ولكنها في الطبقات الأكثر عمقا، مو الطبقات السطحية. طبعا في الطفح الصديدي اللي يتكون معاه صديد وتقيحات، وفي الطفح الأعمق اللي يكون عميق جدا اسمه ميلاريا بروفاندا. طبعا بروفاندا عميق، بإمكانهم يستخدموا ديب ميلاريا بس هم قرروا يستخدموا بروفاندا لأن الطب لازم لغة خاصة، طبعا هي اللغة اللاتينية. طيب كيف نعالج هذا الطفح الجلدي عند الأطفال؟ إذا عرف السبب بطل العجب، يعني إحنا عرفنا أنه السبب هو عبارة عن انسداد المسام العرقية، نخلي الطفل ياخذ شاور أو نحن نغسل الطفل إذا كان حديث الولادة. طبعا الطفح الجلدي الحراري ممكن يظهر كإحمرار في الجلد، ولكن ممكن يكون مزعج أكثر ويسبب حكة بسبب ضغط هذا الانحباس وهذا الاحتقان على الأعصاب الموجودة في المنطقة فيؤدي إلى حكة. هذه الحكة مزعجة جدا للطفل. الشيء الثاني ممكن يلبسوا ملابس خفيفة، ممكن يستخدم بعض أنواع الغسولات، هذه الغسولات ممكن تفرغ المسام العرقية من العرق بداخلها وبالتالي يقل الاحتقان. أيام الدراسة بعض الأطفال بيستيقظوا مبكرا، بيكون ما له رغبة أصلا يستيقظ، يعني بيستيقظ لابس وجهه بالمقلوب حرفيا، وبيروح المدرسة وبيرجع وبيتعب في كامل يومه. ولكن في الصيف هي فرصة جيدة وممتازة جدا إنه ينال الطفل ساعات نوم كافية، ولكن أيضا هي فرصة إنه يسهر الطفل للأسف. في دراسة قامت بها جامعة تسمى ميريلاند لدكتور اسمه نوعا ما صيني اسمه الدكتور زي وانغ. هذا الدكتور جاب مجموعة من الأطفال أعمارهم بين 9 و10 سنين، كانوا هذول الأطفال يناموا 9 إلى 10 ساعات في الصيف، وجاب مجموعة أطفال آخرين كانوا لا يأخذوا النوم الكافي وما بيناموا بشكل كافي في الصيف. قارن بينهم، لقى الناس اللي ما بيناموا بشكل كافي في الصيف عندهم بعض المشاكل السلوكية وبعض الاضطرابات النفسية كالقلق والأرق الليلي. في دراسة ثانية جابت مجموعة من الأطفال اللي ما بيناموا 9 ساعات في الصيف، مجموعة آخرون يناموا 9 ساعات في الصيف، اكتشفوا إنه الأطفال اللي ما بيناموا 9 ساعات بالصيف أو اللي ناموا أقل من 9 ساعات بالصيف أغلبهم زاد وزنهم بالصيف، وزيادة الوزن تؤدي إلى مشاكل صحية وتؤدي إلى ضعف القدرات الذهنية في المدرسة. هذه الأشياء كلها تدل على أن النوم على الأقل 9 ساعات للأطفال اللي في أعمار المدرسة ممتاز جدا وضروري لصحة الطفل. تنظيم الوقت جدا ممتاز عشان تقدر تخلي طفلك ينام مبكرا أو حتى ينام متأخرا ولكنه ينام 9 ساعات في اليوم. طبعا أنا لما كنت صغير ما في شيء اسمه استمتع بالإجازة، ما استمتع في الإجازة، وقت ساعة النوم يا أما بنام برضاي يا أما بنام غصب عني بطرق يعني قد تعلم بعضها وقد تجهل بعضها. ضربات الشمس عند الأطفال، الأطفال معرضين لضربات الشمس أكثر من الكبار لأن الطفل عبارة عن كتلة ماء فعليا. نسبة السوائل في جسم الأطفال أعلى من نسبة السوائل في جسم البالغين، بالرغم أن البالغين قد يكونوا أقوى إلا أن ضربات الشمس تؤثر أيضا على البالغين. وياما شفنا ناس فقوا بالشارع وهم كبار وبالغين بسبب حرارة الشمس، فما بالك بالأطفال اللي جسمهم ضعيف وهم أصلا عرضة لضربات الشمس أكثر من الكبار لأن نسبة السوائل عندهم أعلى. لما توصل درجة حرارة الجسم بسبب زيادة السخونة إلى 40 درجة هنا يبدأ مؤشر الخطر. الطفل ممكن يصاب بالجفاف، الطفل ممكن يصاب بدوخة، وبعض الحالات يغمى على الطفل
أو يصاب بالتشنجات اللا إرادية. لذلك حاولوا أنكم تعودوا أطفالكم على شرب السوائل بالصيف، ضروري جدا. ولا تلبسوا الأطفال ملابس قد تزيد من حرارة الجسم. في فصل الصيف حاولوا تلبسوهم ملابس نوعا ما تبرد أجسامهم، حتى لو كان هذا على حساب الأناقة، لأني بشوفه بعيني يا جماعة في عز الصيف ناس ملبسين أطفالهم بدلات عشان يبدو أنيق. أورجيكم صورتي وأنا طفل، كنت أنيق فعلا، شوفوها. طبعا لابس بدلة بس ما كنت بعز الصيف، ولا كنت بعز الصيف، المهم ما أغمى عليه. طيب إذا لنفترض أن الطفل لا سمح الله أصيب بضربة شمس وأغمى عليه، ماذا نفعل؟ أهم شيء أنكم تبعدوه من المنطقة اللي هو فيها، من المنطقة اللي أصيب فيها بأشعة الشمس، إلى مكان بارد وإلى مكان فيه ظل لكي تقللوا من درجة حرارة الجسم. شيء ثاني، اتصلوا مباشرة على الإسعاف، لأنه ممكن يكون جسمه بحاجة سوائل، ممكن يحتاج إلى سيروم، ورح نتكلم عن إصابة الطفل بالجفاف وكيف نعالجها في هذا المقطع. أوكي، في الصيف الأطفال يأكلوا الأخضر واليابس، تزيد عندهم الفرص أن يروحوا إلى الدكاكين لأنهم يشتروا أشياء أكثر من اللي كانوا بيشتروها في الأيام اللي كانوا مقيدين فيها في المدرسة. لذلك طالما في فرصة يأكلوا أشياء مختلفة أو يسافروا أو يروحوا مع أهاليهم لأماكن مختلفة، فهذا يعني أنه في فرصة أكثر أنهم يصابوا بالتسمم. كيف تعرف أنه طفلك مصاب بالتسمم؟ أتوقع الكل أصيب بالتسمم في فترة ما من حياته. الأشياء اللي ممكن تسمم الطفل هي الأشياء اللي تحتوي على كاتشب، تحتوي على شطة، تحتوي على مايونيز. حرفيا أغلب المطاعم فيها أشياء ممكن تؤدي إلى تسمم الطفل. الطفل يصاب بآلام في البطن، تقيؤ، إسهال، ارتفاع درجة حرارة، وخمول في الجسم. كل هذه الأعراض ممكن تجي مع بعض أو ممكن يجي عرض أو عرضين منها. أكثر شيء مخيف بهذه الأعراض هو التقيؤ والإسهال. ليش؟ لأن التقيؤ والإسهال يؤدي إلى خروج كل السوائل من الجسم، وهذه السوائل الجسم يحتاجها جدا. طب لو الطفل كل ما يشرب ماء يتقيأ هذا الماء أو ما زال الإسهال عنده، في هذه الحالة لازم يروح طفلك على المستشفى، مو بس عشان يعالج التسمم اللي عنده، لا، عشان يعوض نقص السوائل اللي عنده. طيب إيش فيها يا دكتور لو طفلي أصيب بالجفاف؟ إيش ممكن يصير؟ تعالوا نتكلم عن هذا الموضوع المهم جدا. أول شيء، ليش الجفاف خطير جدا؟ لأنه وفقا للتقرير لمنظمة الصحة العالمية، إنه الجفاف هو ثاني سبب لموت الأطفال تحت سن 5 سنوات. متخيلين أهمية الموضوع؟ طيب إيش هو أكثر شيء يؤدي إلى الجفاف؟ الإسهال والتقيؤ. هل يوجد أسباب أخرى تؤدي إلى الجفاف؟ نعم، كثرة التبول، بالذات إذا كان الطفل مصاب بداء السكري. داء السكري ممكن يصيب الأطفال، النوع الأول من داء السكري ممكن يصيب الأطفال عادي. لذلك إذا طفلك يذهب إلى الحمام بكثرة بشكل مبالغ فيه، افحص السكر عنده وتأكد إنه ما عنده داء السكري. طيب إذا كان عمر طفلك أقل من سنة، كيف تعرف إنه طفلك مصاب بالجفاف؟ الطفل لا يمكن أن يعبر أنه هو عطشان أو هو مصاب بالجفاف. في علامات تظهر على الأطفال أعمارهم أقل من سنة تدل على أنه هذا الطفل مصاب بالجفاف. أولها أن يكون عينيه غائرتين للداخل بسبب جفاف المنطقة حوالي العين. العلامة الثانية، يكون فم الطفل جاف ويحرك الطفل فمه بشكل متكرر حتى يحرك اللعاب في الفم لأنه ما في سوائل في الجسم. العلامة الثالثة، قلة عدد التبول، وهذا شيء يظهر في الحفاظة. بعد ما تغيري له حفاظته بتلاحظي أنه الطفل لا يتبول بكثرة. ايش؟ لما سمعت سيرة الأطفال جيتي، خلص كبرتي انتي. رابعا، الخمول الغريب اللي يصيب الطفل، ليس النعس بل الخمول الغريب. يمكن للأم أن تلاحظ أن طفلها مصاب بخمول غير طبيعي. لذلك إذا لاحظت هذه العلامات على طفلك، ضروري تأخذيه إلى المستشفى لعدة أسباب. أول شيء يعوضوه نقص السوائل اللي عنده. الشيء الثاني والمهم أنهم يعرفوا إيش سبب الجفاف ويعالجوه. في شيء بالطب يسمى الإسهال الصيفي، ينتشر أكثر في الصيف وينتشر أكثر عند الأطفال، وهو عبارة عن تعرض الطفل إما لطفيلي أو لبكتيري معدي جدا، يعني يكون الطفل هو مصاب بإسهال لوحده، ولما يرجع للبيت الكل في البيت يصاب بالإسهال. الأم ممكن تفكر أنه صار فيه تسمم والكل يصاب بالإسهال. هو نوع من أنواع التسمم فعلا، ولكن ليس بسبب البكتيريا التي قد تسبب تسمم بالعادة. هذا يسمى الإسهال الصيفي أو سمر دياريا، وهو معدي، وهو ينتقل إلى الأطفال اللي بيلعبوا بالأماكن الملوثة مثل التراب أو بعض الأماكن الرطبة. أهم خطوة ممكن تعمليها لحماية طفلك من الإسهال الصيفي هو الحفاظ على نظافة طفلك، وتخلي طفلك يغسل يده دائما قبل الأكل، وتحاول أنك تمنع طفلك أن يلعب في الأماكن الرطبة والأماكن اللي شكلها من برا تبدو ملوثة. أوكي، جاء الصيف، يلا ناخذ الأطفال إلى المسابح، نسبحهم، حطوا 20-30 طفل في مسبح واحد، خلوا الأطفال يفرغوا مثانتهم في المسبح، بالرغم أنه في لوحة مكتوب عليها اللي حابب يروح الحمام يروح الحمام قبل السباحة، ومع ذلك بعض الأطفال يعني بيعملها في المسبح. ولكن تخيلي أنه 20-30 طفل في مسبح واحد، وهذا المسبح ملوث وإن كان فيه كلور، إلا أنه في نسبة كبيرة أن تنتقل بكتيريا من الماء إلى الأذن. طبعا لما يرجع الطفل على البيت ينام، ولكن قد تبقى أذنيه ملوثة، والبكتيريا تشوف واو بيئة رطبة وهادئة وما فيها أي حركة، يلا ننتشر.
وتنتشر هذه البكتيريا وتسبب مرض التهاب الأذن الخارجية، وفي ناس بسموها أذن السباح لأنه غالبا يكون سبب الالتهاب هو السباحة. الطفل تظهر عليه بعض علامات الانزعاج وإحمرار في الأذن وحكة، وفي حالات متقدمة وسيئة قد يظهر تقيحات وصداع، وفي حالات متقدمة أكثر إذا ترك الطفل بدون علاج قد تنتشر هذه البكتيريا إلى الدماغ للأسف وتسبب التهاب سحايا وتقيحات دماغية. لذلك إذا ابنك راح المسبح نظفيه جيدا، نظفي أذنه جيدا، تأكدي أن الطفل يأخذ شاور ضروري بعد المسبح، وتأكدي أنه لما يأخذ شاور أنه يغسل أذنه بشكل دقيق جدا عشان ما يترك بيئة صالحة لنمو البكتيريا، والبكتيريا أول ما تلاقي بيئة رطبة وهادئة هي بالنسبة لها أجمل بيئة للزواج والتكاثر وإنشاء مجتمع لطيف وهادئ وسيء بنفس الوقت. في مطلع القرن التاسع عشر في طبيب بريطاني اسمه جيمس بوستوك، هذا الطبيب لاحظ أنه كل سنة في فصل الصيف يصاب بحكة وإحمرار في العينين وانزعاجات في النفس، فقرر هذا الطبيب يكتشف إيش سبب هذه الأعراض اللي تظهر عليه في وقت معين كل سنة، واكتشف أنه في موسم جمع القش تزداد عنده هذه الأعراض، واكتشف بعدين انه هو عنده حساسية من القش، وسميت هذه الحساسية بحمى القش. حمى القش هي فعليا لا تظهر بسبب القش نفسه، وانما تظهر بسبب حبوب اللقاح اللي لها مواسم معينة وتنتشر في الهواء في تلك المواسم. لا تخافي اذا طفلك معاه حمى القش فهذا يعني انه طفلك من ضمن 30% في العالم المصابين بحمى القش، واحد من كل 3 اطفال تقريبا معاه حساسية حمى القش. الان اذا تعرض الطفل لهذه الحساسية واصيب بضيق نفس واصيب بانزعاجات حتى على مستوى النفسي، ممكن للطفل الكبير أن يعبر عن هذه الأعراض، ولكن الخوف الفعلي لما يكون الطفل عمره أقل من سنة ويصاب بحمى القش. كيف نعرف يا دكتور؟ لأنه حكينا أنه هذا الشيء ممكن يأثر على تنفسه. تظهر على المريض اللي عليه أعراض حمى القش إحمرار في الأنف، إحمرار في العين، ويمكن للطفل أن يحاول يحك أنفه وعينه حتى لو كان عمره أقل من سنة. وأنت كأم لازم تلاحظي هذه التصرفات على طفلك وتعرفي إذا تكررت هذه التصرفات في مواسم معينة أو في أوقات معينة أو في أماكن معينة تنتشر فيها حبوب اللقاح في الجو، تعرفي أن طفلك مصاب بحمى القش. أهم شيء بالنسبة لحماية أطفالنا من حمى القش أننا نبتعد عن الأماكن اللي يصاب فيها أطفالنا بحمى القش. إضافة إلى حمى القش، بعض أنواع الحيوانات ممكن تسبب حساسية لطفلك. طبعا أنا الحمد لله ما عندي حساسية من القطط، ولكن ممكن يكون طفلك معرض للحساسية من بعض أنواع الحيوانات أو بعض أنواع الصوف أو الوبر اللي يخرج من بعض الحيوانات مثل الأرانب والخرفان والقطط والكلاب بالطبع. أيضا التهاب العين التحسسي ممكن يصيب طفلك فجأة، يكون طفلك بأمان فجأة يروح يلعب بين النباتات ويرجع لك عيونه منفخة وحمرة، فتصابي أنت بالذعر وبتخافي إيش اللي صار في ابني، هل في أحد ضربه، هل وقع على الأرض، ولكن لا، كل اللي صار أنه هو تعرض لبعض الألرجينز الموجودة في النباتات اللي تعرضوا إلى حساسية. إذا كان طفلك مصاب بالربو ممكن يكون مترافق مع حمى القش أو التهاب العين التحسسي، لأنه المريض المصاب بالربو احتمال كبير يكون عنده حساسيات أخرى غير حساسية الربو. لذلك علمي ابنك كيف يستخدم البخاخ في حال لا سمح الله أصيب بهجمة ربو أو احتاج أن يستخدمه، يكون يعرف كيف يستخدم البخاخ بالطريقة المثالية. في نهاية هذا المقطع أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى تكوني مستعدة للصيف القادم أيتها الأم، وأتمنى تكون عرفتي كل شيء ممكن يصير مع طفلك، لا سمح الله رب إن شاء الله يحفظهم ويحميهم جميعا. في آخر المقطع لا تنسوا أنكم تضغطوا زر اللايك على هذا المقطع وتشتركوا في القناة، وضروري أنكم تفعلوا زر الجرس عشان لما ينزل مقطع جديد يوصلكم تنبيه. كان معكم الدكتور نبهان من برنامجك المفضل دكتور مام. إلى اللقاء.